صورة اليوم اخترناها لكم من التشيك، وهذا المشهد الغريب الذي تناقلته وسائل الإعلام الدولية. الرئيس التشيكي ميلوش زيمان داخل صندوق زجاجي ويشرف على تعيين زعيم المعارضة التشيكية بيتر فيالا رئيسا جديدا للوزراء. كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. السبب في هذا المشهد الغريب أن الرئيس زيمان ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ويخضع للحجر في أحد أجنحة إقامته الرئاسية. زيمان الذي يبلغ من العمر 77 عاما والذي تتعدد معاناته مع الأمراض بدءا من السكري وتنقله بكرسي متحرك إضافة إلى إفراطه في الشراب، أصيب بالفيروس عندما كان يتعالج نتيجة وضعه الصحي هذا في قسم العناية المكثفة في المستشفى. وبما أن الدستور التشيكي يفرض أن الرئيس هو رأس الدولة الشكلي ويرأس المحادثات من أجل تشكيل الحكومة ويفترض أن يقوم بعملية تعيين، كان لابد من إيجاد وسيلة مناسبة لذلك رغم وضعه الصحي هذا. فتم نقل الرئيس بمساعدة طاقم طبي متخصص يرتدي ملابس واقية، وتم وضعه داخل الصندوق الزجاجي العازل ليترأس حفلة تعيين زعيم المعارضة بيتر فيالا رئيسا جديدا للوزراء في تشيك، بعد أن فاز بشكل مفاجئ في مواجهة رئيس الوزراء أندري بابيش بالانتخابات التي شرت الشهر الماضي. خلاصة صورة اليوم: فيروس كورونا يواصل التأثير على مختلف مظاهر الحياة الإنسانية وعبر العالم.